انطلقت بطولة الأردن المفتوحة للغولف على مدار 3 أيام بتنظيم الاتحاد الأردني للغولف وشركة واحد آيلا للتطوير النسخة 32 على ملاعب نادي آيلا خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 7 من الشهر نفسه. تندرج بطولة الأردن المفتوحة للغولف ضمن رزنامة الفعاليات السنوية التي تنفذها شركة واحد آيلا للتطوير بتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. شارك في فعاليات بطولة الأردن المفتوحة للغولف 39 لاعبا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وتشمل دولة قطر، عمان، لبنان، فلسطين، السعودية، الإمارات، سويسرا، إيرلندا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الأردن. بطولة الأردن المفتوحة للغولف تعزز رياضة الغولف في الأردن وترتقي بها عالمياً من خلال توفير فرص التدريب والمشاركة مع محترفين، كما تهدف أيضا إلى نشر هذه الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركة بين الفئات الجديدة وتوظيف إمكانيات نادي آيلا للغولف لخدمة المنتخبات الأردنية. ويوفر نادي آيلا للغولف منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان، ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لآيلا من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التعليم والتدريب وإقامة المعسكرات تضم ملعباً من 9 حفر. وتحظى بطولة الأردن المفتوحة للغولف باهتمام كبير باعتبارها من أكبر الأحداث الرياضية خلال خريف العام 2023، ما يمهد لجدول فعاليات العام 2024.